بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي مسيرة الكرة الكويتية. ومثل ما قلنا في حلقاتنا أن احنا نتحدث عن مسيرة الكرة الكويتية، مسراتها وحزنها ومشاكلها وانتصاراتها وكل ما يكون في مسيرتنا الكروية في الكويت الحبيبة. العاصمة العمانية أقيمت الدورة السابعة خلال الفترة من 9 إلى 26 من مارس من عام 1984. احتل الفريق المركز الخامس كونه شارك بالصف الثاني، وكانت النتائج كالتالي: خسر الأزرق 3 مباريات أمام الإمارات، قطر والعراق، وحقق تعادلين أمام السعودية وعمان، وكان فوزه الوحيد على البحرين، واحتل بذلك المركز السادس لأول مرة في تاريخه. الله الأبس عدنا الطلياني يلعب الفاز الاسمر، الفاز الاسمر نحاول نحطه بالجول، انا ماشي لحارس المرمى ايضا بريله توصل مرمى الطلياني يحطه بالجول، جول حلوه على طول اللعب جاء سعيد عبد الله براس الجول، جول 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 الراس اللفه. شهدت الثمانينيات فوز المنتخب العسكري لكرة القدم ببطولة العالم العسكرية، وقد شارك في تلك المباراة فرق أوروبية قوية، بينما لعب منتخبنا العسكري بنجومه المعروفين، وقد أشرف على تدريب الفريق عبد الله العصفور. شاط نمبيد أحمد طرابلسي حارس مرمى منتخب الكويت العسكري، هجمة خطرة على الفريق الإيطالي، إبراهيم دريهم بيعدي من واحد وبيعرقله بيعرقل اللاعب الإيطالي، بيعطي انذار، انذار 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 10 و20 يعني 30-1 10 و20 اللاعب رقم 20 واللاعب رقم 10 خذوا انذارين لحد الآن بعد ما عدى عرقل إبراهيم دريهم، كرة ملعوبة على طول لسعد الحوطي بيلعبها إلى جاسم محبوب، يلا يا جاسم حطها بالجاسم، حطها بالجاسم يا جاسم، وحطها برا العمري وحطها بالجول، حطها بالجول الله ترجع برا سالم سلامي عرض الملعب، الله أكبر وصل مرة ثانية وتلعب جهة اليمين وتوصل إلى تطلع الكرة برا الملعب، جاسم بيعدي من حارس مرمى بيحطها بالجول. يمكن حتى المنتخب الكويتي العسكري بذاك الوقت استعان بطه بصري بشحاته حسن شحاته ولعبوا في دوره، لدرجه انه يمكن اطلق كتاب واطلق على حسن شحاته سام 7 صمم في الكويت وانطلق في بانكوك، يعني هذه كانت يعني حقيقه من الاشياء اللي في هذه الفتره، لكن استفدنا فائده ولا اروع من خلال هذه الفتره من اللاعبين هذيلا، يمكن يقول مصاعب قوم عند قوم فوائد، واحنا استفدنا من هذه المرحله ما يخفاك استاذ بوصال بان فتره حرب الاستنزاف اللي صارت في مصر واللاعبين الى اللعب في الكويت اعطتنا مجال ان نحتك بهذا اللاعب. أقيمت بطولة أمم آسيا في سنغافورة عام 1984، وقد وصل الفريق الكويتي للأدوار النهائية دون تصفيات، وقد فاز الفريق الكويتي على القطري بهدف مقابل لا شيء، وفاز على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع المنتخب الكوري دون أهداف، وخسر أمام المنتخب الصيني في الدور قبل النهائي بهدف للا شيء، ولعب أمام الفريق الإيراني وتعادلا في الوقت الأصلي بهدف لهدف، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكويتي ب6 أهداف مقابل 5 بضربات الجزاء الترجيحية، وبذلك يكون الفريق الكويتي قد حصل على المركز الثالث. فازت بخليج الثامنة وامتلك الكأس للمرة الثانية لبطولة الخليج الثامنة،
التي أقيمت في البحرين عام 1986 من الفترة من 22 من شهر مارس إلى 7 من شهر إبريل عام 1986، وقد حصل الأزرق على البطولة بالرغم من تواضع الإعداد والظروف الصعبة التي واجهها قبل الدورة والهزة التي مرت بها الكرة الكويتية خلال تولي المدرب الوطني صالح زكريا تدريب الفريق، وقد جرت انتخابات جديدة موسم 87-88 ليترأس الاتحاد من جديد الشيخ فهد الأحمد. منتخب الكويت الوطني يظهر تقل شوف الجمهور الكويتي اللي حاضر منتخب الكويت الوطني في دورة كأس الخليج العربي الثامنة والمقام حاليا في البحرين. واحد منتخب الكويت الوطني يشوف من ضربة جزاء فيصل الثقيل ناشئ المنتخب السعودي. ورح تنلعب الآن اللعبة لمؤيد الحداد، بتنلعب بينين فيصل الدخيل، خطر اللعبة هذه عرضية خطر وبالرأس الجول. الله جول 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 يوسف سويد، يوسف سويد بالرأس لعبها بعد ما لعبت من اللاعب فيصل الدخيل عرضية بتنحط في الجول على يمين حارس المرمى. شوف فيصل الدخيل كابتن الفريق عرجبها على الشمال وبتنلعب على طول يوسف سويد. حصل الفريق الكويتي على المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة التي أقيمت في سيول عام 1986، وقد حقق 4 انتصارات على بنغلاديش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وعلى النيبال بخمسة أهداف مقابل لا شيء، واليابان بهدفين نظيفين، والصين بالركلات الترجيحية، وخسر أمام المنتخب السعودي بستة أهداف مقابل 5 بالركلات الترجيحية، كما فاز على فريق أندونيسيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وتصدر اللاعب صلاح الحساوي الهدافين بتسجيله لستة أهداف. هذه ما عندي أتكلم فيها لأنه هو كان مدرب فيها، المدرب وقتها كان صالح زكريا ومساعده كابتن عبد اللطيف رشدان. أنا حقيقة يعني على أدائي وعلى مستواي اللي قدمته في الفترة هذيك أنا كنت أتوقع أن أكون من اللاعبين الأساسيين، ولكن تفاجأت يعني وأنا هناك أني ماني أساسي مع الفريق حسب خاطري طبعاً. يعني واحد يعني أنك أنت رايح البطولة هذه ودك أنك تشارك، خاصة أنك أنت ظهرت في مستوى جيد خلال مشوارك مع المنتخب أو مع النادي. فرحنا هناك حقيقة يمكن وجهة نظر المدرب، وأنا أحترمه يعني وجهة نظر المدرب صالح زكريا، أنه يشوف هو أنه عادل، أذكر كان عادل عباس لعب في المركز ذا لعبوا، كانوا حتى أعتقد وال سليمان لعبوا، وأنا يمكن أغلب لاعبي كانوا يقولون مفروض يبتغل مسامي لعب. أنا حتى نيت حق كابتن لطيف رشدان قلت له أنا ما بيتدون ما بيلعب ما بيلعب حزب نفسي حزب طبعا، إنه ليش أنا ليش ما لعب يعني ليش، وكان بوقتها الوحيد اللي تم اختياره من النادي العربي، أنا الوحيد يعني لا تم اختيار لا عبد الله بنوش ولا كرمه، الوحيد تم اختياره. نعم انا اعتقد ما تم اختياره، كنت لاعب في دورات سابقه معهم. نعم يعني فرحنا البطوله، اذكر والله يعني من كثر ما ضايقت حسيت بدوخه، وهذا اذكر الدكتور محمد سالم يوم حصني شاف ضغطي مرتفع، فالعمر هذا بالسن ورياضي صعب ان اللاعب يتبع ضغطه، فيوم حصني وشافني قال لي ضغط مرتفع، قلت له ضغط مرتفع من اللي فيني من اللي شيء اللي داخل. طبعا بعدين قعد معي كابتن صالح زكريا وشرح لك الظروف، وجهة نظر انا بالعكس انا احترمها يعني وجهة نظر هذه، واعتقد لعبت في مباراتنا مع ايران وقدمت مستوى راغي ومستوى يعني في البطولة الكل هذه. يعني في المباراة هذه نعم نعم نفس البطولة نعم نعم توقعت انه راح العب المباراة اللي وراها ما لعبها ما لعب هاي لازم نسأل فيها صالح زكريا انا اتمنى تسألونه شكرا لعب
وتفاجأت ان انا طبعا المدرج بالعكس ما زعلت إيه. انا كنت هدفنا كلنا كلنا نوصل اسم الكويت نوصل ونحرز البطوله بغض النظر هذا الشعور هذا كل واحد يعرفه كل انسان وده انه يلعب صحيح هذا. فاقول يعني ما لعبت اليوم راح تلعب بات هذه فرص راح تجيك ولله الحمد يمكن حصلنا على المركز الثاني في البطوله كانت مباراه النهائيه مع منتخب السعوديه حصلنا على المركز الثاني ورجعنا بس ها في نقطه كان في تحدي بيني وبين وانا اشكر في صالح زكريا الكبير مدربنا الكبير انه هو اعطاني كنوع من التحدي لاثبت لزكريا اني انا كنت استحق اني العب رجعت لموسمنا في الدوري وقدمت مستوى راقي واذكر تم اختياري كان بيني وبين ناصر الغانم نص نقطه عشان كنت ثاني افضل لاعب في الموسم لم تقتصر الإنجازات على المنتخبات الوطنية بل شملت أيضا الأندية المحلية عندما نجح نادي كاظمة في الحصول على البطولة الخامسة للأندية أبطال الدوري لدول الخليج والتي أقيمت في الكويت من الفترة من 15 إلى 26 من شهر مارس عام 1987 شارك فيها المحرق البحريني الهلال السعودي النصر الإماراتي فنجا العماني والريان القطري بالإضافة إلى منظمها كاظمة الكويتي. طبعا هذه البطولة جدا عزيزة وعلي أنا خصوصا أنها كانت في بدايتي في مجال التدريب وكنت مساعد هنا للمدرب فرماني إيدي فرماني كان مدربنا وكنت أنا مساعد معه فأعتقد أول بطولة لي على مستوى المهني فما أقدر أنسى هذه البطولة من طريقة إعدادنا واستعدادنا سواء كنا في معسكرنا الخارجي أو في الكويت وحتى لما عسكرنا في الفندق مع سكن الوفود طبعا في ذاك الوقت ما ننسى الكابتن خالد الشمري وخاله وآدم مرجان كحراسة مرمى وكان التنافس فيما بينهم ولا أروع إني للخط الدفاع تشوف جمال يعقوب تشوف خليل إبراهيم تشوف قاسم حمزة يوسف سويد عبد العزيز حسن عبد العزيز الهندي إيه؟ تشوف ناصر حمود مريطح إبراهيم علي حقيقة مجموعة من اللاعبين صالح المسند عادل خليفي ولا أروع يعني كانوا مجموعة متجانسة وقدرنا نحصل على هذه البطولة بوصال قبل المباراة النهائية اللي كانت تجمعنا بفريق الهلال السعودي واللي فاز فيها علينا في الأخير 1-0 لكن كانت نتيجتها ما تأثر في مباراة اتخذت البطولة خلاص يعني على 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 السيب العماني وفزنا على الشارجة الإماراتي وبالتالي قدرنا نحصل على هذه البطولة زين من اللي شال الكاس؟ ايه من اللي شال الكاس اللي شال الكاس هذيلي يعني مع نادي كاظمة يمكن لأول مرة وكانت بطولة خليجية عزيزة اجتمعوا كلهم لكن من استلم الكأس طبعا هو كابتن الفريق سؤالك عند المدربين وتوحيد الكرة البرازيلية يعني وصل يعني احنا ما وصلنا إليه اليوم هو هذا اللي نقول عنه مدارس كروية كان في قبل مدارس كروية كان اليوغوسلاف موجودين البرازيليين موجودين كانت الأندية تدفع وتجيب أحسن المدربين للمراحل السنية احنا ودنا نشوف المدرسة الكويتية ودنا نشوف يا أخي واحد سألني شو المدرسة الكويتية يعني هل المدرب يلبس دشداشة لا ما هو بالطريقة هذه يعني لما نقول احنا المدرسة الإنجليزية يعني اللي هي بدأت معنا هنا بالستينات والسبعينات تحديدا ولاحظنا طريقة اللعب ذاك الوقت 4-2-4 وأنا يعني عن نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا كلاعب خط وسط كنا يعني ما كانوا يعتمدون على المهارات كثر ما يعتمدون على اللياقة البدنية والكرة الطويلة بالتالي لما انتقلنا إلى المدرسة اليوغوسلافية خلنا نسميها بذاك الوقت المدرسة اليوغوسلافية اللي تعتمد على الشق الدفاعي أو بمعنى صح التنظيم الدفاعي كان متواجد بشكل جدا كبير المدرسة البرازيلية تعتمد على الهجوم دائما بالهجوم وإظهار المهارات لكن المدربين البرازيليين لا يمكن يشتغلون إلا مع أصحاب الإمكانيات بدليل أن ماكو ولا مدرب برازيلي يشتغل في أوروبا إلا فيليب سكولاري وفيليب يشتغل مع برازيل أوروبا فالمدرب البرازيلي صعب جدا يشتغل في أوروبا جانب الأهم
ان توحيد المدارس. يعني احنا عانينا منها في السابق، كان مثلا مدرب المنتخب البرازيلي وكان مدرب النادي العربي ديف ماكاي انجليزي، هذا الاسلوب وهذا الاسلوب. فاللاعب لما يجي من النادي العربي عشان يلعب مع المنتخب في اختلاف شويه، ياخذ له وقت على ما يتاقلم. لعبت كره ارضيه وجاي تشافي توصل مره ثانيه، تلعب توصل مره ثانيه الى بلوشي، كره مع بلوشي انما بياخذها سته تيك بيلعبها سبعه زودبا عشره دينا مطوع بياخذها ما بين دينا وما بين كلهم، ويلعبها يجي من ناحيه فتحي كمين وفتحي كره معاه وفتحي يجي عبيله صلح عبد الملك دور الله الله اكبر يا بيعمل كرة تمرة بولندية، وكرة بولندية ترى بولندية كرة بولندية هذه، تلعب لسام الحشاش توصل جهة الشمال تلعب العربي ثيب بولندا لا شيء ويطلعها توصل جهة اليمين بياخذها توصل مرة ثانية 37 أحمد خلف بيسجل الهدف الثاني في مرمى منتخب بولندا، تلعب توصل جهة الشمال تلعب توصل جهة جناح الشمال مع منتخب بولندا، كرة معها بيلعبها عرضية وتلعب مرة ثانية وخلص ويخلصها حامل كرم ويطلعها برا الملعب اوت. جول عظيم جول عظيم. إلى سيمونوسكي، سيمونوشكي بيعلي سيمونوشكي بس مع الياسين ما في أحد بالجول بيحطها برا الملعب اوت. اسماعيل ياسين مع انه هو ناط الظاهر انه اللاعب لما نطلع اسماعيل ياسين دافعه لانه اشترك معه مو المفروض يطلع اسماعيل ياسين لكن ضايقه شويه. عربي اثنين بولندا لا شيء تنقطع بياخذها رقم 12 موبات، موبات بيلعبها ورا الى سيرجنت بوبي مور كره مع القادسيه جهه شمال ملعوبه الى سبالدينغ، سبالدينغ طويله قطعها دفاع القادسيه عبد الحميد رسول ترجع مرة ثانية توصل إلى سيرجنت إكسبرس الأمريكي اللي بيجي بدعوة من نادي القادسية بيلعب مبارتين، لعب الأولى مع العربي وخسر واحد لا شيء والثاني اليوم بيلعبها مع القادسية صاحب الدعوة موفات حمد أبو حمد بيعدي موفات لعبها إلى سينجير ياخذها عبد الله نواف، عبد الله فيصل فاضي فيصل فاضي فيصل فاضي بيعطيها فيصل الله تاخر فيها تاخر فيها تاخر فيها تاخر فيها عبد الله نواف على ملف حواليه كان فيصل افضل انما تاخر فيها غطى الدفاع اكسبرس امريكي تلعب توصل ل 18 سنجلير بيلعبها الى سبالدينغ مدافع الايسر كره مع اكسبرس الى سيرجنت، سيرجنت كره معه بيهدي اللعب بوبي مور ياتي اليمين هانتر موفات فيصل الدخيل اقرب لها بوبي مور لعبها موفات سنجلير تروح منه سيرجنت عشرة بريدفورد سبالدينغ فيرثي سيرجنت تلعب توصل جهة اليمين الى ناحية عبد الله عيسى، عبد الله عيسى مغطي عليه فرثي توصل الى دفاع القادسية جهة شمال رضا معرفي حمد ابو حمد فيصل الدخيل حمد ابو حمد كرة ملعوبة جهة اليمين الى تينون، تينون موفات موفات فاروق اقرب لها عبد الله نواف فيصل الدخيل فيصل الدخيل بينية جول 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 جول
حلوه يا ابن دخيل، باصه من عبد الله نواف، بينيه بتعدي من مور اقرب لها الدخيل، بيعدي جول 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 الدخيل، جول الدخيل بقي 27. تعتبر مشاركة الأزرق الكويتي في دورة الخليج التاسعة، والتي أقيمت من الفترة من 2 إلى 18 من مارس عام 1988، ثاني أسوأ المشاركات الخليجية، حيث احتل المركز الخامس لوجود خلافات بين المدرب الإنجليزي أرمسترونغ وبعض اللاعبين، مما انعكس ذلك على أداء الفريق، وقد خسر الفريق 3 مباريات أمام العراق والإمارات والبحرين، وتعادل مع قطر والسعودية، وكان فوزه الوحيد على عمان. هدف ثاني لمنتخب الكويت، صلاح الحساوي، شوف فجر نصار داخل ويلعب كرة عرضية لصلاح الحساوي. خليجي تسعة، شوف يعني هذه جت بعد الاتحاد المعين، فطبعا هني كانت فعل وردة فعل، فبالتالي هني طبعا هذه قيمت في السعودية. كان مدرب كامبوس، كان المدرب التاسعة، كان المدرب اللي هو جارج أرمسترونغ. أرمسترونغ كان يدرب السالمية، فكنت من مساعدين أنا وصالح العصفور وياه. وكان أمانة يعني كانت في السعودية، وطبعا بعد طبعا النتائج يمكن لحق خسارة يمكن الكويت وخروجها من تصفيات كأس العالم، وبالتالي الاتحاد المعين، وبعد أيام طبعا التاسعة كان وجود الشيخ فهد فيها طبعا في على رأس الاتحاد طبعا، فالبطولة هذه يمكن لم يؤدي المنتخب أيضاً اللي كان فيه 5-0، استعدادات كافية، 5 أهداف كان فيها، يعني ما كانت أيضاً استعدادها بوصل كافية استعداداتها، لأن أيضاً تم مثل ما يعني يمكن حصل الحين فترة الاستعانة في مدرب من نادي، في جورج أرمسترونغ، في هذه جورج أرمسترونغ كان بعد يمكن من عربي راح السالمية طبعاً صح، وأخذوا السالمية وبعدين لم يحقق الحقيقة فيها نتيجة وطلعنا منها، كانت في السعودية أذكرها. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع في برنامجكم الرياضي مسيرة الكرة الكويتية. إن شاء الله كنتم قد استمتعتم مع هذه الحلقة، والحلقات القادمة إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم. شكرا ومع السلامة.